قصة الخلق من البداية إلى النهاية رحلة طويلة. قصة البشر بدأت بآدم عليه السلام وتوالت الأمم تلو الأمم، وتستمر الرحلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الهدف السامي هو أن يعرف من هو الله. ما أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل إلا من أجل التعريف بالله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبد، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الخلق ليعلم، فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لنعلم ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال أهل العلم: ما أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل إلا للتعريف بالله. القرآن من أوله إلى آخره غايته العظمى أن يعرف من هو الله. أنا وأنتم ارتحلت بنا الأيام، من يوم إلى يوم، من شهر إلى شهر، زدنا في الأعمار، لكن هل هذه الأيام والشهور والأعوام زادتنا معرفة بالله سبحانه وتعالى؟ تجد أننا زدنا في معرفة كثير من أمور التقنية، زدنا في كثير من المعارف، وخاصة في هذا الزمن، لكن ماذا زاد في هذا الجانب في معرفة الله جل في علاه؟ هذا الجانب الذي قال عنه عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله، معرفة الله والشوق إلى لقائه والأنس بقربه سبحانه وتعالى. وقال عنها الشيخ السعدي رحمة الله عليه: هي أفضل العطايا من الله، وهي روح التوحيد وروحه، ومن انفتح له هذا الباب، يعني باب المعرفة، ومن انفتح له هذا الباب فقد انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل. كل هذا على معرفة الله سبحانه وتعالى. المعرفة تغير تعاملك مع المواقف، تعاملك مع الأزمات. معرفة الله سبحانه وتعالى تغير نظرتك للحياة، تغير مشاعرك، تغير أحوالك، تجد أنك تعيش حياة غير تلك الحياة. لذلك تجد سبحان الله، يعني صلاتنا مثلا الآن، الصلاة أين الخشوع فيها؟ تجد الصدقة الآن، لكن أين الإخلاص؟ كثير من الأعمال لكن مضمونها، لكن حياتها، روحها، تجد أنه قليل سبحان الله. لماذا؟ لجانب المعرفة، لأنها نقصت معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني زدنا في حب الولد، وزدنا في حب البيت، السيارة، وزدنا في كثير من المحبوبات، لكن هل زاد الحب لله سبحانه وتعالى؟ زدنا في الخوف من النظام، في الخوف من الآن كاميرات المراقبة التي تنتشر في كل مكان، لكن هل زاد الخوف من الله جل في علاه؟ زدنا في الثقة بفلان صاحبي وفلان في الدائرة الفلانية، لكن هل زادت الثقة بالله؟ هل زاد التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ تدرون لماذا هذا الجانب غائب في حياتنا؟ لأننا لا نسمع إلا عن البشر، لأننا لا نقرأ إلا عن البشر. في هذا الزخم الهائل من المقاطع ولا المقالات لا نجد شيء عن مولانا سبحانه وتعالى. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أكثر الناس عبادة لله، وكانوا أكثر الناس توكلا على الله وحبا لله وخوفا من الله. لماذا؟ لأنهم أكثر من عرف الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف الله؟ أولا أن ندعو الله دائما، ونلح على الله أن يعرفنا بنفسه، لأنك لن تصل إلى الله إلا بالله، كما قال العز بن عبد السلام: لن يصلوا إلى شيء في هذا الكون كله إلا بالله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ ثانيا، بين هذا الزخم الهائل المقاطع والمشاهد والمقالات،
نجعل من بين هذا شيء عن مولانا سبحانه وتعالى. يا أخي في اليوم ولو مقطع أو مقطعين عن الله جل في علاه، اقرأ كل يوم ولو مقال عن الله أو عن اسم من أسماء الله جل في علاه، حتى يأتي في حياتنا، حتى تتأثر قلوبنا، حتى نعرف مولانا جل في علاه. ولعلنا في هذه الحلقات نتطرق إلى باب عظيم، وهو باب أسماء الله جل في علاه. علنا نتعرف على خالقنا جل في علاه، فنخشع في صلاتنا، فنسعد في حياتنا، فنرتفع المنازل عند مولانا جل في علاه. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.